شو بدي أطبخ له؟ فريد بيك؟ ما بده يصبح علي؟ طبعا هو بيك بيكون متضايق من الشوب. ليش عم يغطس تحت المي؟ ليش لهلأ ما راح على شغله؟ معقول يكون صاير شي؟ سلام. سلام. كأنه اليوم الجو ألطى. مو صح، اليوم كتير شوب. لا أبدا، أنا حسيت أنه اليوم الجو ألطى فمن مبارح. أهلين غيدة، شو رجعتي من السفر؟ كيف كان شغلك؟ حلو، برافو، بعتيلي الصور شوقتيني، حابب كتير اني شوفهم. معك حق، لازم نجهز لشي طلعة. نروح رحلة؟ طيب شو رأيك بدل الرحلة نروح على شي مطعم إيطالي؟ مين هي غيدة بقى؟ لتكون واحدة من البنات اللي بيعرفهم مطعم إيطالي وهي عم تقترح عليه تروح رحلة. والله ما في أغلظ منك ومنا. اللي عجبوك البرك؟ على الأغلب في شي ناقص. لا فريد بيك، ما في شي ناقصهم أبداً، كل المقادير مزبوطة. أكل أطيب منها. كأنك متوترة اليوم نازلي. لا، مرتاحة كتير. أنت كيفك؟ مثل مو شايفة منيح كتير. شايفة إنك مو منيح، كلامك مو صح. شلون بتحب يكون نازلي؟ شوفي قبل ما أنسى، بدي تجهزي لي سلة فيها شوية أكل، رح روح مع رفيقي مشوار. والله؟ عفواً؟ ما تواخذني، تمي مليان أكل ما قدرت أحكي منيح. ناطرك برا. أنا بدي روح، خلصت كل شغلي. ماشي، هلأ بدي روح على البيت. تمام. طيب ماشي. أنا رايح على الشركة، إذا بتحبي بوصلك بطريقي. لا بروح لحالي، ما بدي عزبك. يلا بشوفك. موفقة. حبيبتي فتوني، شلونك؟ مشتاقت لك كثير. والله تعبانه كثير. انت امتى بيخلص دوامك؟ امتى ما بدك؟ خلص يلا ماشي، رح نروح فورا. استني شوي لغير ثيابك. ايه ماشي. اهلين نازلي، كيفك؟ تمام، انت كيفك اليوم؟ كانه امبارح اتصلوا فيك من هون، ان شاء الله ما يكون صاير مشاكل. لا بنوب، امور تافهه. كل مره بجي لهون بحس انه في شيء جديد. عامل شي سحر ليصير الجو أحلى؟ كمان أعلان مجلة همسات كتير مهم لهالمكان، هيك بتكون دعاية بين الشباب. مشروع حلو،
والله شايفتلك رح تساوي شغل مميز، متأكدة من هالشي. على فكرة عم وسع المطبخ شوي. بتشتغلي معي نازلي؟ هيك بدك؟ اشتغل شيف؟ عندك مشكلة؟ تستلمي المطبخ ومنوسع قائمة الأكل، ومواهبك بالطبخ بتتطور هون أكتر كمان. عزيز، يعني مو حاسس إنه مو كتير مهم الطبخ هون؟ قصدي بالنسبة لبار وهيك جو أكيد الطبخ مانو مهم مو؟ شو يعني؟ الكل بيحب الأكل وين ما كان. اي صح، بس هذا المكان بده وجبات خفيفة مو أكتر، ولهيك برأيي ما في داعي تجيب شيف ليعمل وجبات تقيلة هون. فكرت بالموضوع منيح، مجرد تطوير للقائمة اللي حطيناها، نبدأ من الوجبات السريعة وانتي هون بتحطي خبرتك، يعني نحنا فينا نقدم وجبات تكون تناسب هذا الجو. رح تكوني مرتاحة وبتهتمي بجامعتك ودروسك، وكمان دخلك هون بيكون أعلى من يلي عم تاخديه عند فريق. حتى وجودك كان بسبب بدر وهلأ راح. عزيز والله فاجأتني بهالقصة، استغربت من عرضك. كمان بدال ما تطبخي لشخص واحد بمطبخ منزلي، بتديري المطبخ هون، وهذا الموضوع مهم من شانك، من شان زيادة خبرتك. وبظن إذا كان بدك تلحقي طموحك أنتي ما لازم ترفضي هيك عرض أبدا. عم تلمح أنه خبرتي عم تروح لشخص واحد؟ لا تخاف، فهماني قصدك، كتير حساس عندي هالموضوع، بس عزيز لازم فكر، خصوصا أنه فاجأتني بالعرض، مو قدراني أجاوبك هلأ. طبعا مو مشكلة، مو ناطر جوابك اليوم، بس برأيي حلوة هالفرصة. عزيز أنا كتير تعبانة اليوم، يعني أنا بس مريت لأخذ فتون ونروح على البيت فورا، بغير وقت منناقش هالموضوع. طيب صراحة عزيز فاجأني، يعني كيف زبطت معه إنه تشتغلي وظيفتين بنفس الوقت؟ وليش مستغربة منه؟ بالنهاية هالعرض كتير منيح، يعني بوظيفتين بيطلع لي راتبين، لازم أتعب لحقق حلمي. وإذا ما تعبت هلأ بحياتي ما رح يصير عندي مطعم، يعني بتعرفي هذا هو حلمي. أف حياتك وحرة فيها، بس والله رح تتعب كتير. أهلا وسهلا. أهلين نورمان، لو بتعرفوا قديش موجوعة، حاسي رجلي انتفخوا من كتر ما مشيت، فايت حطهم بمي باردة. ايه سلامته. الله يسلمك. شو نورمان؟ أنا حاسة إنه في قصة كبيرة من ورا هالابتسامة الحلوة والمايعة. لتكون الست إقبال عطتك أسهم من الشركة وصرت شريكة أصلية فيها، يلا اعترفي لشوف. لكي أنا بصراحة بدي خبرك بموضوع مختلف تماماً. بخص دي مخانو. نورمان، هالمخلوقة لبقت تذكرية قدامي ولا بأي شكل من الأشكال، بدني كله صار يرجف لما سمعت اسمها. لتكون ساوت لك شي. ليكي نورمان، هلأ بدق لأبوكي وبخليه يسفرك لعنده، وخاصة إذا بتوجعي لي راسي. لا تضوجي، لسه ما بيحكي معك الواحد، تطلعي بالعالي وبتعصبي دغري. طولي بالك شوي، موضوع ديما خانو متسكر كله، يعني نحل بشكل نهائي، وصار فيك تشوفي فريد بيك أنت ما بدك. ليش ما عم تصدقيني؟ ليكي وليه، ما بدي اسمع صوتك، وما عدت تدخلي بشي ما بيعنيكي، تهتمي لي بدراستك وبالشي اللي بخصك مو أكتر. طيب وشو مشان فريد بيك؟ أنا شفت الرجال كيف عم يتطلع فيك، مستحيل أنسى اللي شفته. عم تبعدي عن الرجال اللي بيحبك بسببي، أنا مستحيل وافق. ليكي أنا عم نبهك، إذا بتخبري ديما لا تلومي إلا حالك نورمان، هي وحدة ما بينوثق فيها. بتعرفي إنه من كلمة وحدة بتعمل لك ألف مشكلة وبتورطك؟ نورمان أنتي تورطتي كتير، ومع هالشي ساعدتك، بس هي ما ساعدتك بنوب، لأنك ما بتهميها ومستعدة تضرك، لهيك سيرتي أنا وفريد بيك لا تجيبيها على لسانك. أنا رايحة على أوضتي. رح ساعدك، أنتي أختي، يعني شي طبيعي إني ساعدك. بتعرفي فتون، أوقات بحس بالسعادة وقت اللي بشوفه، وأكتر وقت اللي بيطلع فيني بالسرقة،
نظراته بتجنني، بتصدقي بنسى كل همي وقت اطلع بعيونه. بنفس الوقت بتمنى يعتبرني ماني موجودة، عم تموتني هالقصة. والله شي بيحير. والله معك حق، غريبة قصتكم. حاسة حالي ماني مستقرة بحياتي بنو، مو عارفانة كيف اتعامل معه. قلبي من جوا بيفرح لما بشوفه، بس على انو اساس انا بدي بادله نفس الشعور؟ حبيبتي خلص اتركي الامور تمشي على طبيعتها. كيف تمشي على طبيعتها فتون؟ قولي شلون؟ القصص كل ما لبيننا عم تتطور. لازم اخد قرار بقى. طيب انت شو مفكرة تعملي؟ رح اعمل شغلة وحدة، بس وحدة. معقول يعني ما رضيت تشرب شي ولا حتى فنجان قهوة؟ بيصير هيك؟ ممنونك، المرة الجاية. تعرف فريد، وقت اللي كنت اتضايق كنت روح لعند أمير، وزينة بتروقني كانت تعمل لي شاي، يمكن كان شاي أخضر لأشربه. بقيوا ذكرى وبس. كنت أحكي أنا وياها للصبح ونام عندهم، بس كنت فيه مرتاحة كتير. لما بتذكر هالشي بختنق وبحس حالي مثل الطفل اليتيم. قديش أنا فقدت لهم، ما عم صدق إنه ماتوا. ولا أنا. زينب غير إن أختي كانت رفيقتي كمان، وأمير نفس الشي. أيام بنسى إنه ماتوا وبجي حتى دق لهم. عزيز أنت أخي الوحيد بهالدنيا هاي، وصديقي اللي بوثق فيه كتير، وأنت وبدر كل دنيتي صدقني. وأنت أخي صديقي. نام هون اليوم وبكرة بنفطر مع بعض. إيه والله، بس ما بنصحك، أنا تنبل وبطول بالنوم. طيب معناتها منتغدى سوا؟ اتفقنا. شو كنت بدك تضحك علي وتشربني شاي؟ هاد دوقني يلي عم تشربه. نازلي وين صرتي؟ فريد بيك انا مضطرة اتأخر شوي لانه في عجقة كتير على الطريق، بعتذر منك. ولا يهمك، اوكي خدي وقتك، انا دقيت لك لحتى اطمن عليكي. على كل حال بشوفك.
ناصلي؟ فريد بيك؟ على أساس بدك تتأخري؟ وأنت على أساس رحت؟ صح، بس نسيت ملف بالغرفة ورجعت لحتى أخذه. ليلي شو مخبية ورا ظهرك؟ رجعتي تكتبي لي ملاحظات؟ امبلا. فيني شوف؟ بس في كتير أمور رح تتغير بعد ما حضرتك تقرأ الملاحظة اللي كتبتها. شو قصدك؟ هلأ بتعرف شو قصدي. شوفي، ليش راحت نازلي؟ نازلي استقالت. ليش هيك صاير شي بيناتكم؟ يعني لتكون عملت شي معها ضايقة للبنت؟ ما عملت شي أبدا. لكن لشو قدمت استقالتها وراحت؟ ما فهمت. ما بعرف. أنت بتعرف شو قصتها؟ أنا؟ كيف بدي أعرف هالشي؟ يعني هي ما خبرتك بشي؟ لأن آخر فترة عم تلتقوا كتير، فيمكن قالت لك شي. لا، لو حكيت بقلك. بعدين ما توقعت نازلي تترك وتروح أبدا. أنا استغربت من هالشي. أنت استغربت ولا انبسطت من هالموضوع؟ ليش لا انبسط؟ يعني يمكن هي بهيك وضع رح تكون مهتمة بمحلك أكتر. هالشي ما بيخليك مبسوط؟ طبعاً بكون مبسوط. حتى عرضت عليها الشغل. عرضت؟ إيه، أنا عرضت عليها تشتغل معي. الحقيقة مو بس كمستشارة، وبدي تستلم المطبخ وتشرف على كل تفاصيله. وشو قالت لك؟ قالت لي بدها تفكر، بس شكلها وافقت. ما بظن انه نازلي استقالت لتشتغل عندك بنوم. والله جد؟ ليش؟ ما بعرف، رح نشوف. تأخرت على الشركة وصار لازم امشي. لك شو لهلأ لساتك بالبيت؟ والله ما عدت عرفت انت عم تتدربي ولا عم تدربيهم. كذبت عليهم لحتى نام شوي، قلت لهم بدي اجازة لروح على الدكتور، بس نمت كتير وهلأ ما عم لاقي الموبايل. يا رب يدخلك من هالبنت. هاي انت؟ رحتي؟ طيب انت بخير؟ ايه انا بخير. عن جد فتون حتى كتير، كأنه حمل على ظهري وخلصت منه. يعني إذا ما شفتي لفريد بيكون راح الحمل عن ظهرك؟ وأخيراً لقيته. ها أختي، أنتي إمتى لحقتي تروحي وترجعي؟ شوفي عادي ما في شي، أنا خلصت شغلي.
رجعت لأنه قدمت استقالتها. لك ليش؟ نيناتنا منعرف ليش نورمان، ليش لحتى نعيد الموضوع؟ ايه معك حق، بس أنا قلت لك رح حله. ايه بس أنا فكرت كتير وحتى ما دقت طعم النوم. خلص من اليوم ما عاد رح فكر أبدا ورح نام مرتاحة. يلا روحي أحسن ما تتأخري. فتون عن جد انتي مو معقولة، شو هالفستان الحلو هاد؟ عن جد هيك؟ والله وأنا عاجبني، حتى عم فكر ما أعطيك إياه قد ما نو حلو وشيك. شو هالحكي؟ أكيد عم تحلمي، أنا ما رح أعطيك إياه بنوب. إيه وكيف رح أدفع لك حقه؟ خلص عليا بلا حكي فاضي، مو أنت اشتريتي القماش تبعه وأنا خيطته؟ إيه طيب وشو مشان تعبك أنتي؟ طالعي أول ألبوم وصيري مشهورة ووقت بتدفعي لي يا حلوة. معناتها أنت مالك ناوية تاخدي مني حقه أبداً، لأنه هلأ حبيبتي ما عاد في لا ألبوم ولا مسرح نشتغل فيه. ليش؟ محله لعزيز موجود. إيه اللي عم تحكيه صح، يعني بعد اللي صار أكيد رح قرر غني هنيك، مع أني بظن أنه ما أنا فكرة منيحة كمان. لك بعرف أنه وضعكم أنتو اتنين صعب كتير، بس لا تنسي أنه أنتو أصدقاء عليا ومن فترة طويلة بتعرفوا بعضكم، يعني أي مشكلة بتنحل والهرب ما رح يحل شي. أنت عملي اللي بتقلك عليه، بس لا تعملي عملتها. فتون شو اللي صار؟ شايفي هي اللي قاعدة عم تنصحك؟ راحت اليوم استقالت من شغلها. كيف يعني استقالت من بيت فريق؟ لا تردي عليها عليا، وضعي وضعك ما بيشبهوا بعضهم أبداً. إيه شو هالحكي هاد؟ وضعكم نفس الشي، وهي كانت عند عزيز وأنت عند فريد. طبعاً وأكيد الفرق إنه أنت وياها ما كنتوا تعرفوا بعض قبل ما تشتغلوا عندهم، بس هنن مانن هيك، بيعرفوا بعضهم كتير. إيه بس أنا وفريد بيك مختلفين عن بعض كتير عليا، أنا كنت واجه صعوبة بالشغل عنده كمان، شو هالخبرة يلي رح أخدها من شغلي بمطبخ بيت، ولهيك قررت أني جرب حظي بمطابخ احترافية. أكيد رح يصير هيك، بس هني كانوا يعرفوا بعض من قبل الشغل، بس أنتوا كنتوا غربة عن بعض، كتير طبيعي أنه ما تتفاهموا. الحقيقة أنتوا كنتوا لابقين لبعضكم، بقصد بلابقين أنه أنتوا اتنين بتحبوا شغلكم ومنظمين وعم تشتغلوا سوا بشكل كتير حلو. لا مو لهالدرجة هي. آسفة بس أنتي من وين رح تلاقي شغل مثل هاد؟ فتون شبك قليلة شي؟ بلا ما نتدخل بقرار عليا، وبالنهاية هي طباخة وبتعرف الأنسب لمسيرتها المهنية. كنت ضليت عنده لو مو مضطرة أمشي. أنا رايحة أجهز حالي لأنه عندي درس لغة يابانية ولازم روح. الفستان كتير حلو. نازلي أنتي الفترة الأخيرة قصرتي بدروسك كتير وزعلت لأني خسرت أكتر طالبة متحمسة عندي. معك حق، الحقيقة صعب التنسيق بين الدروس والشغل، والشغل أخذ وقت على حساب الدراسة، بس هلأ رح أجي دائماً لأني استقلت. نازلي ألف مبروك على الاستقالة، بس أنتي رح تندمي بعد كم يوم. ولشو لحتى أندم بقى؟ لا مو قصدي تندمي تندمي، بس رح تشتاقي للمطبخ. حبيبتي انتي رتبي امورك وارتاحي شوي ماشي، وانا يمكن لاقي لك شغل حلو. وين الشغل؟ رفيقي بده طباخه بتعرف تطبخ ياباني تشتغل عنده، وفي شغل تاني اليوم انا بتاكد اذا لسه موجود الشغل وبخبرك. ماشي يلا بشوفك. مع السلامه. مرحبا عزيز، شو اللي جابك لهون؟ انا عم دور على الكابتن ماجد لانه المساء بدنا نحضر مباراه. عرفتي اللي صار؟ استقلتي ورجعتي لدورة اللغة ما هيك؟ ايه لأنه أنا قررت أرتاح. الموضوع صعب عزيز، يعني الشغل والدروس مع بعض، وهلأ رح تفتح الجامعات، يعني كتير رح أكون مضغوطة. شو رأيك تغيري جو؟ تعي لأخطفك. لوين؟ لعند بياع البيتزا. بيتزا؟ أنا بظن أنه رح تعجبك هالبيتزا كتير. لا تواخذيني، رتبت للأكل بدون ما خبرك بشي وكله من بدر. أنتوا متفقين تروحوا؟ ايه لانه رح يجي من عند ستو على بيت اختي ديما، قال منلتقي قبل ما يروح لهني في محل بيتزا ممتاز، قلت باخدك كتير طيب. وقف لفكر. يمكن روح، ما في شغل ومشاريع ما في، لهيك رح اروح. يلا تعال. السياره من هي الجهه. شهيتني على البيتزا فما عرفت من وين بدي اروح. فريد بيك، هلأ اتصل فيني الشوفير وقال لي إنه أخذ بدر من عند ستو ومشي،
بس بدر طلب إنه يأكل بيتزا مع عزيز بيك قبل ما يروح مع ديما خانم وخبرني بهالشي. أي حلو كتير، شي منيح إنه أشوفه قبل ما يروح على بيتها لديما. بالحقيقة وقتنا كتير ضيق لهيك فيك تمشي دغري، هنن عن بياع البيتزا اللي مناكل عنده. عن جد؟ انت رح تجي هالبيتزا؟ عمو أنا كتير جعت. بدل ركز بشي تاني لأنه إذا ما فكرت بالبيتزا الوقت رح يمر بسرعة. طيب أنا بشو لازم فكر؟ إلي يا بدر بشو رح تفكر هلأ؟ أنت رح تدخل التاريخ لأنك أول صغير عم يفكر بشو لازم يفكر، وهلأ دخلته فعلاً. خالو لقيتها. مرة أجيت أنا وخالي على هذا المحل وأكلنا بيتزا بالأناناس. وبيتزا الأناناس كتير طيبة هون، بأمروها شوي من فوق بس ما بتحترق ولذيذة. وبالمناسبة إلي شو أكلتوا هون أنت وفريد؟ بعد البيتزا أكلنا بوزة. عن جد كان يوم حلو كتير، وقتها أنا أكلت 5 طابعات بوزة. ليش مزعوج؟ إلا ما يرجع يجيبها. مستحيل، خالي دائماً بالشركة وملتهي بشغله، بس عمي ما نو هيك. عمي بيروح وبيجي كتير ودائماً بيحب يفاجئني. إيه أنا بحب المفاجآت، يعني بلاقي وقت مو مثل خالك عطول مشغول. وفي عندك ناس مثله عمو، تخيل بتروح لعند خاله وبعدين بتروح دورة اللغة اليابانية كل يوم وبعدين بتروح على بيته وبتعمل أكل كمان. تعرف شو؟ من هلأ ورايح صرت فاضية. عن جد عم تحكي؟ يعني خلصتي دورة اللغة؟ ليك بدر أنا تركت الشغل اليوم ولهيك فضيت. طيب ليش؟ ليك بدر خلينا اليوم ما نحكي عن الشغل، رح نتسلى نحن ونازلي كتير. ايه شو رأيك؟ ايه بس أنا ما عم أحكي بالشغل، بعدين خالي ونازلي بيتفقوا بشكل كتير حلو ولابقين لبعض. طيب هلأ شو رح يصير؟ والله زعلت عليكم. ما بصير شي يا روحي، أنا وياك رح نضل نشوف بعض. بس دائما أنا كنت أحلم إنه شي يوم لما بدي روح على بيت خالي لهنيك نجتمع أنا ونازلي وخالي، يعني أكيد رح نكون مبسوطين مع بعض. بس هيك كل الأحلام يلي حلمتها راحت. وهي بتنحل، بتحلم مرة تانية مو مشكلة. شوف شو الدايا. كيفك يا بطل؟ خالي؟ أنت شو عم تعمل؟ أهلين فريد. أهلين عزيز. إقبال خانم قالت لي إنكم هون بس ما قالت لي إنه نازلي معكم، فتفاجأت من الموضوع. حلوة هالمفاجأة. وهي وصلت البيتزا. صحة وهنا. إقبال خانم، ملف لسعيد بيك. ملف شو؟ سعيد بيك طلب منا إنه نعمل تحري عن نورمان وكل شيء بيتعلق فيها هون. طيب هلأ هو عم يتغدى، رح أعطيه لما يرجع. شكرا إله. العفو. بيتزا باليابان؟ نفسها حبيبي بيتزا. والله سهلة كتير، وأنا بدي أتعلم لكم. هي مو هالقد سهلة، لما تكبر شوي رح تفهم أكتر. نازلي أنت بتعرفي تعملي بيتزا مو؟ أي بعرف معلوم، بس مو واثقة إذا رح تكون طيبة هيك لأنه ما أنا اختصاصي. لكن يا ريت شي يوم تعملي لنا بيتزا وناكلها مع بعض بيت خالي فريد. عفوا نسيت، نازلي تركت الشغل مو هيك خالو؟ أي بدر للأسف نازلي تركت الشغل. طب ليش تركت الشغل؟ ما بعرف، اسألي أنت إذا بدك. يا روحي ممكن الكبار ياخدوا قرارات مثل هاي، يعني بيتركوا شغل وبيبلشوا بشغل تاني ليجربوا غير شي. يعني بدك تشتغل شغل تاني؟ لا لأنه لسه ما لقيت. طيب طالما أنت ما رح تشتغل شغل تاني ليش وتركت الشغل عند خالي؟ وهي كمان رح تقدر تفهمها مع الوقت يا حشري. عن جد كتير مليت لأني أنا ما تقدر أفهم عليكم شي بنوب. رح أكل بيتزا. ومرات نحن ما منفهم يا بدر، فلما تكبر ما رح يتغير شي بنوب. الإنسان مخلوق صعب أنك تفهم عليه. الإنسان مخلوق؟ يعني الإنسان مثل الزومبي مثلا؟
وهي رح اتركها لك عزيزة، عندي شغل كتير بالشركة وصار لازم اني اقوم. ايه مثل الزومبي يا ولد، صحيح في فيلم عن الزومبي. خلاص انا بدفع. لا لا ما انا مشكلة ابدا، خلي الباقي. خاطركم. ما عم افهم ليش بيعمل هالشي. تفهم هالشي لما تكبر عمي. هذا اللي طلع معك؟ انا اكلت كثير اليوم نازلي. انا اكلت مثل التور. لك اسمع شو عم يقول، شو هالحكي؟ ما بيصير تحكي، انت وين سمعانه؟ دائما عمو راكان بيقول بعد الاكل انا اكلت مثل التور. راكان. طيب اسمع يا روحي، ما لازم تعتبر راكان قدوتك، هي في عندك خالك وفي عندك عمك، بس راكان ما نو قدوة. ماشي؟ طيب ماشي، انا رايح العب شوي لكان. يلا بسرعة. هاد راكان ما نو طبيعي. ايه شو اخبار البطالة؟ مبسوطة فيها؟ هلأ كتير مبسوطة، مثل ما انك شايف إلي وقت طويل هون ما حدا اتصل فيني، حتى ماني مضطرة أني روح، ما عم فكر باللي رح أعمله. طبعاً هذا الوضع ما رح يطول. إيه معك حق، أنا عشت هيك سنين وبعرف، بس أكيد ما بتطول. اليوم المساء عندك شي؟ والله اليوم المساء عندي شغلات كتير مهمة، البنات بدهم شوربة عدس، هنن كتير بحبوها، ورح أعمل لهم شاي خمير بيطير العقل. أصلاً أنت دايماً فيكي تعملي هالشغلات، بس ما فيكي ترقصي مثلي كل يوم. عزيز أنا بحب أرقص، بس الصراحة ما بعرف بنوب. الحقيقة الرقص مو صعب مثل المفكرة، رح ترقصي حلو. أنا رح أرتب سهرة اليوم المساء، ما أنا شي كبير كتير وما رح يكون في عجقة، شو رأيك؟ أوعك تحرجني ها، لأني ما بعرف أرقص. أنا ماني متوقع منك شي، بس جربي شوي، يمكن تكوني بترقصي أحسن مني، شو رأيك؟ طيب بروح، على الأقل بحرق هالأكل. هالنورمان طلعت ملاك عن جد، منيحة مع الكل وما في إلا أي سوابق، عائلتها محترمة وناس كتير أوادم. لكن خلينا بالشغل ونشوف شو صار بالمناقصة ونراجع هالعروض اللي إجت. لشو هي كانت بالمخفر؟ يمكن تكون مانا شغلة مهمة كتير، يعني يمكن جابوها كشاهدة وبس مو أكتر. فريد؟ بجوز في شي غير هذا الحكي، يا ترى نخلي طاهر يدور ورا القصة؟ من فترة أنا شغلته لطاهر، بقول له رح خليه يتحرى ويخبرني. يلا خلينا نبلش بالشغل. ماشي لكان منبلش. ليك فريد شفتهم، بس شوف هاي الصفحة، هاي الصفحة شغلت لي بالي فريد. هي هي شوف. على فكرة هالبنت شاطرة. ايه وحلوة. شو شاطري؟ مزبوط. اهلين، صحتين وهنا. واخيرا اجيتي وجبتي العصير لك فتور. يلا صحتين على قلبكم. يسلموا هالايدين. لانت رح تضلي تتفرجي؟ انا بلاقي الفرجة اهم انواع التعلم، يعني لازم أتفرج كم شهر لأتعلم أمشي خطوة بشي رقصة. لك ما في شي بيخجل والمحل مو معجوق كتير. هلأ فهمت الغنية ما عجبتك، غير لك إياها لحظة وراجع. عزيز مرحبا. مساء الخير نازلي. بتعرفي لوين راح عزيز؟ شو هاد؟ عن جد محل بياخد العقل. ايه حبيبتي، ليكي الناس كيف مبسوطين. اه كيفك نازلي؟ منيحة طبعا بفضلك، خاصة بعد ما عملتي لي فضيحة، بعد الاتهامات الملفقة بالمحكمة وهالصور اللي نشرتوها، صارت حياتي أحسن بكتير. الله يسامحك يا نازلي، عن جد أنا بعتذر منك من كل قلبي مشان هالموضوع، بس مو نحنا، كل اللي صار من شغل المحامين. شوفي شلون، يعني المحامين بيشوفوا كل شي مسموح ليكسبوا قضية حتى لو كسبوا. غير هيك بتمنى منك ما تعتبري انه هذا التصرف كان ضدك بشكل شخصي، هاي الوثائق تقدمت بس جوات المحكمة مو اكتر،
وتأكدي ما عطينا الجرايد ولا صورة مشان ما تنشر أبدا، يعني نحن كنا موضحين حسن نيتنا من قبل بهالقصة. طبعا النوايا الحسنة بتجيب مصايب، يعني مو حلوة منك بنوم، يعني بسبب حسن نيتكم ما عذبكم ضميركم ولا شوي، يعني أنتوا ما كنتوا بالواجهة بنوم، خليتوا نورمان هي تزبط كل القصة. أنا ما طلبت من نورمان تعمل هيك شيء، لأنه هي اللي إجت لعندي وعرضت مساعدتها. غير هيك أهلين عزيز. ابن حماي خير؟ شوفي ما قلتوا أنكم بتكون تجوا لما وصلت بدر على البيت لعندكم؟ كلامك مزبوط، نام بدر بكير وأختك مو شايف المحل، قلنا منطلع ومنغير جو، من حسن حظنا صدفناكم بهالليلة هاي الحلوة. ألف مبروك عزيز، المحل بياخد العقل. حبيبتي بدك تشرب شي ما هيك؟ طبعا. أنا ملاحظ إنه هالوضع مو عاجبك وراسك بلش يوجعك، وأنا هيك كمان، بس يمكن نقدر نغير هالوضع بالرأس. إذا رقصت بيمشي الحال؟ إيه يمكن يمشي. طيب خلينا نجرب، ما في حل تاني. أنت جاهز؟ طبعا. وأنت؟ أكيد لا. حياتي شكرا، يسلم هالإيدين. صحتك. صحتك حبيبي. ليكي ليكي عزوز، أنا ما عاد فيني كمل رقص، تعبت، أنا انقطع نفسي كمان. أنت عم تتدربي بدون ما أعرف ما؟ لا بس المدرب اللي عم يدربني منيح، مو كل هالقد بس تلميذته يلي عم تتعلم بسرعة. وبصراحة رقصك صاير كتير حلو. يمكن لأني قصيرة وعم تقدر تتحكم فيني لأنك طولان. برأيي مو بس من شان هيك. بعده شوية بنات، تفضل. شكراً. فتون خانم؟ آه. ممكن تتكرمي على حضرتي وترقصي معي؟ أنا ما بعرف يا ترى بتزبط معي؟ تزبط بدون أي شك، أنت أي شي بتعمليه بيطلع بيطير العقل. بتشكرك، لكن خلينا نرقص. يلا. فتون؟ نعم. طلب صار جاهز. عفواً لا تؤخذني سعيد، الليلة عم اشتغل فرح يكون صعب شوي إني أرقص معك. شو هالخبرية؟ أصلاً ما حلو الرقص إذا ما بتكوني أنت، أنا رح روح خلص. والله حقك علي سعيد، بكرة منحكي ماشي؟ ماشي، يلا باي. سلام. عزيز بيك، الميكسر تعطل والمختص مو هون، في مجال تيجي تشوفه أنت؟ يلا، أنا رايح شوي وبرجع. رح أستناك هون. طيب. مساء الخير. أهلين فريد بي، ممكن تجي معي شوي في موضوع مهم كتير؟ عم استنى عزيز هون. بعرف. على هديك الطاولة.
اليوم أنا استنيت تبرير منك بس شفتك مو ناوية تخبريني بشي ولهيك اجيت لهون. نازلي أنت ليش استقلتي؟ وليش رحتي بهالطريقة هي؟ كتبتي ملاحظة، لا بررتي ولا قلتي شي أبداً ولا فهمتيني السبب. أنا ما بستاهل أني أفهم الموضوع؟ معك حق، المفروض كنت خبرك. وما بدك تطلعي بوشي؟ الموضوع انتهى خلص. وشو كمان؟ بس هيك، ما عندي جواب تاني لأقوله. حبيت أني كمل حياتي بشكل تاني فاضطريت أقدم استقالتي، ولازم تتقبل هالشي. نازلي، أنت باستقالتك عم تهربي من أنك تعملي أكل، بس ما هربتي مني، ولهيك أنا هون. أنا متوقع ما تجاوبي بنوب، لهيك تحريت عن هالموضوع. كيف يعني؟ ليش تحريت بقى؟ أنا تحريت للاقي الجواب لحالي لأنك ما بررتي لي بولا كلمة، ولما أنت ما حكيتي شي قلت يمكن في سبب تاني لهالسكوت. أي وشو طلع معك؟ طلع في شخص واحد ورا سر استقالتك من الشغل. مين؟ أختك نورمان. دقيقة بس، انت عرفت كل الموضوع مو هيك؟ ايه نازلي، انا تحريت وعرفت اختك نورمان شو عاملة. وعرفت كل شي؟ ايه كل شي. لكن قلي انت ليش مو معصب؟ لانه نورمان صغيرة كتير. صحيح بجوز هي عملت غلطة كبيرة، بس بظن انها تعلمت الدرس اللازم. اصلا وضع منيح بالشركة وعم تكمل تدريبها بشكل منتظم وحلو. يعني كل شي منتهي وتسكر الموضوع؟ الموضوع سرقة بسيطة نازلي، أصلاً الطرف الثاني ما قدم شكوى. ليش ما خبرتوني لما رحتوا على المخفر؟ قلت لي سرقة؟ حتى استغربت إنه استقلتي مشان قصة فاضية. أنت عن جد مفكرني قدمت استقالتي بسبب قصة أختي واللي عملته؟ شو لكان؟ طالما هيك جاوبيني هلأ نازلي، ليش استقلتي؟ وشو رح تستفيد إذا عرفت؟ نازلي أنا بدي سبب لهذا الشيء وما رح روح بدون ما أخذ الجواب منك. سبق قلت لك ما عندي جواب لأقوله. نازلي بس اللي بيناتنا فريد بيك، نحنا ما صار شي بيننا ولهون وبس، ولا رح يصير. كل اللي صار إني استقلت من شغلي، لهيك ماني مضطرة برر وجاوبك كمان، والموضوع انتهى. ها نازلي شو قال؟ نفس الحكي. ايه وانتي؟ فتون انتي بتعرفي شو اللي بدي اقوله. يعني رح تضلي تلومي حالك على هالشي اللي صار نازلي؟ ايه طبعا، ليش حتى ما لوم حالي؟ فضلي انا فاتت نورمان على هداك البيت واخدت صور لهداك الملف، صح فتون؟ فتون ليكي بسبب أختي ناس وسخين دمروا حياة فريد وحياة الولد، يعني أنا سبب كل اللي صار للرجال. نفس هدول الناس صاروا شركاء بالشركة. أنت بتعرفي إني كنت رح أقله حتى لو كان بده يكرهني بعد ما أقله هالشي، بس ما قدرت. تصوري إني ما قدرت أحكي كلمة الحق. لا تحكي، ليش لا تقولي هالشي؟ منيح إنه ما قلتي. مو معقول فتون، رح أخذ غراضي وإمشي، تعبت بدي روح. نحكي بالبيت. نازلي شو بده؟ سألني إذا مصرة على الاستقالة من عنده وقلت له مصرة. بلكي شاف حدا غيري ولهيك بده جواب واضح. يمكن. عزيز أنا بدي روح، تعبت اليوم. طيب خليني وصلك. ما في لزوم، المدير ما بيصير يترك محلي. رح وصلك للباب. ماشي. تعي حياتي تعي،
اعملي هيك مثلي. ايوه ما بدي. تفضلي. يسلموا حبيبتي فتون. صحتين وهنا. لك والله اشتقت اني اطول بالقعده على الفطور هيك. صحه وهنا على قلبك. خير ان شاء الله. انا بشوف مين. طارق اهلين وسهلين. اهلا فيكي. فوت تفضل. لا مو مشكله هون منيح. فتون طارق اجى لعنا. فتون هون. طارق لك شلونك؟ منيح وانت؟ كثير منيحه. انا جاي لعندك هالملف. بعته فريد بيك. شو هاد؟ هذا ملف فيه عقد. والعقد فيه ماده بتنص انك ما بتقدري تتركي الشغل قبل انتهاء هالعقد، واذا تركتيه فلازم تدفعي مبلغ كتعويض. لا هو قال هيك؟ ايه. ليش هيك عم يتصرف فريد بيك؟ شو كأنه صار يعاقبك دغري؟ هلأ وينه؟ بالشركة. فيك تاخدني لعنده؟ ايه باخده. نازلي شو رح تعملي؟ طالما هو ظالم أنا رح واجهه فتون، رح علمه كيف يتصرف وارجع. برافو عليك. يلا طارق. تفضل. شوفك. شوفك باي. نازلي خانم هاد مو مكان عاملة تفوتي هيك، هي شركة محترمة لازم تحترمي هالشي. وأنا محترمة هاد الشي. نازلي خانم رجعي لو سمحتي، ما بيصير هيك. شو اللي ما بيصير؟ بدي أحكي معه، لا توقفي بطريقي. شو هاد اللي عملته أنت؟ فريد بيك. خلص إقبال، ممكن تسمحوا لنا شوي؟ أنت شو عم تحاول تعمل؟ فهمني ليش عم تضغط علي بهالعقد؟ عن جد قوية هالبنت. أنا ماني شايف وضعي يتطلب مني تبرير، لأنه كل شيء مكتوب بالعقد. ما فيك تجبرني على الشغل عندك وما لك حق بهذا الموضوع. طبعاً ما فيني أجبرك. لهيك إذا ما بدك تشتغلي وقتها رح تضطري تدفعي التعويضات المكتوبة بالعقد اللي وقعتي عليه. وإذا كنت ماني غلطان ثانية واحدة. صح 100,000. أكيد ما بتغلط بهالموضوع. حتى إذا ماني غلطان نحن وقعنا عقد لمدة سنة، وإذا تركتي قبل مدة العقد بتطبق مادة التعويض. بس ماني متذكرة أنه شرحتولي هالشي لما وقعته. يا نازلي هذا العقد عقد معياري ونحن عاملينه لموظفين الشركة المحترفين، يعني هذا الشي معروف للكل. وأكيد ما رح نحكي عن المواد واحدة ورا التانية، بس الظاهر أنت وقعتي بدون ما تقري. ما؟ إيه وعملت غلطة كبيرة كمان. يعني أنت عم تحاول تنتقم لأنه أنا ما بدي أكون معك؟ مو هيك، أنا بس حابب ذكرك بمسؤولياتك. مو مشان تجبرني يعني؟ نازلي أنت جبرتيني على اللي عملته. قائمة الأسبوع والمسا بدي تعملي لي معكرونة مع صلصة الروبيان. عن جد مفكر إني رح بلش شغل اليوم؟ يعني مو هذا هو المكتوب؟ الحقيقة كان لازم تبلشي مبارح، بس أنا رح سامحك فيه. أنا ممكن أتصرف بس مو واردة، رح أعتبر أنك أخذتي إجازة يوم. عن جد يكتر خيرك فريد بيك. شكراً نازلي. شو في شي مشكلة تانية؟ أنت المشكلة الوحيدة هون. لك أنت أكتر شخص عرفته بحياتي. إيه صحيح نازلي، أنا كتبت لك ولا ما كتبت لك؟ لا ما كتبت. لا تحطي ريحان بالأكل لأنه أنا ما بحبه. هو هيك ولا يهمك. ولا تنسي تحطي جرجير. فتون مرحبا، أنا رح أعمل مفاجأة لنازلي، خليها بالبيت لحتى أوصل. شو؟ معقول رجعت تشتغل عنده؟ شو هالحكي هاد؟ هلأ صار بده تعويضات؟ شايل كل شي كمان. أيوة ناوي على الحرب مو؟ أنا جاهزة، جايبة ذخيرة بتكفي. مئة ألف ما؟ شو هي المئة ألف؟ وبتعرف المئة ألف كم ألف ليرة؟ لك أنت مين ولا؟ مين أنت يعني؟ مين؟ أنت ما بتعرف تحكي اللغة اللي منحكيها؟ يلا قول شي.
لك أنا اسمي نظمية نظمية نظمية. لك والله لا عارفك مين هي ستي. آخ بس نظمية خانو؟ عزيز خير شوفي؟ عم حاكي المعكرونة وأنا عم أعجنها. إيه وشو رأيها بالموضوع؟ ما عم ترد. متضايقة؟ كيف عرفت؟ فتون طبعاً. ما أتوقع على أي شي بدون ما أقرأ، وما رح أقول لحدا مشان ما حدا يستغل نقطة ضعفي ويضحك على اللي عملته. معناتها للأسف انتزعت رحلتنا. أف عزيز والله بعتذر منك لأني نسيت الموضوع. طيب شوف أنا عندي فكرة أحسن. ما في أحسن من إسطنبول، هوا نظيف، أكل طيب، وإطلالة كتير حلوة على المضيق، وهذا بيعني إنه بقدر أعمل شي حلو بدون ما أقرأ أي عقد. إيه وبعدين شو رح يصير؟ حسب العقد لازم ضل شهر هون، بس عم خطط انطرد قبل بوقت. أنا بخلصك منه. وكيف؟ باخدك لأي مطرح ما لاقينا حدا فيه، ويكون صعب كتير على الملك الشرير وما بيقدر يوصلنا فيه. والملك بنوب مو شرير مو؟ يعني هو شرير بس مو لهالدرجة. بعرفه هو هيك تعلم وهيك تربى، هو ما بيعرف كيف يكمل حياته وقت ما يلتزم بالقواعد، لأنه هي عم تشكل له الأمان. بس هالقواعد بتأذيكي عطول صحيح؟ ولا شو رأيك أنتي؟ مظبوط هي عم تأذيني كتير، بس القصص بالشغل ما بتنحسب هيك. أنا رح أدفع التعويض. كيف؟ أنا بدفع التعويض وهيك أنتي ما بتنجبري على هالشغل. عزيز اصحك، ها ما في داعي تدفع التعويض. عم أحكي جد، وين المشكلة؟ إذا ما بدك مو مجبورة تبقي هون دقيقة. أنا ما بقبل بهيك قصة أبدا، لأنه رح تنتزع علاقتك أنت وياه. علاقتنا مانا منيحة. ليش؟ لأنه القواعد بلشت تزعجني أنا كمان. مفكر إنه حياته رح تتصلح لما يجي ويتحكم بحياة ناس غيره، ما رح أتحمل. صح إنك رجعتي لهون، بس أنتي مو مجبورة تبقي، وإذا ما بدك ما حدا بيجبرك على هذا الشيء. فكري بهالموضوع منيح. مرحبا فتون، كيفك؟ أنا كتير منيحة. عم حط مناكير لهيك فتحت سبيكر، شو عم تساوي؟ أنا بالشركة، عم أقضيها بالشغل، وللصراحة كتير مليت. قلت بلكي منعمل شي على المساء، اليوم عندك شغل كمان؟ إيه عندي، بس اليوم رح أطلع بكير، إذا بدك تعال. يعني إذا بيجي ما رح يصير مثل ما صار مبارح؟ لا ما رح يصير، خلص أنت تعال على المحل والمساء بشوفك. ماشي، المساء رح أجي، يلا باي. ما طلع حلو ابدا. خلينا نبلش. اهلين ميمار. مرحبا نازلي، كيفك؟ طمنيني عنك. منيحه، عم اشتغل. وانتي؟ وانا منيحه. امتى بتخلصي شغلك؟ انا خلصت هلا، مو بقيان غير اهرب من المطبخ. ممتاز، معناتها هلا رح ابعت لك رساله كاتبه فيها عنوان، بس تخلصي شغلك تعي لهنيك. ماشي. ليش شو صاير؟ ساوي اللي قلت لك عليه، في عندي مفاجاه لك. يلا عم بستناكي. مفاجاه لي؟ صباح الخير يا شباب. صباح النور. اهلا وسهلا. اهلين فيك، كيف صحتك؟ منيح. وانت؟ منيح. شباب صحيح انتو تركتوا المحل؟ شو في داعي لهالشي؟ حدا ضايقكن يعني؟ لا مين قالك هالحكي؟ كان صوتي مبحوح شوي وعم ريح حالي بالبيت. سلامتك. عزيز مو هون؟ لا لساته ما اجا. طيب يلا يعطيك العافية. ليش جبتيني لهون؟
شوفي هالمكان كان لشريكين، علي ومحمد، والاثنين رفقاتي. الحقيقة هاد مو مجالهم، بس حبوا يجربوا يفتحوا هالمطعم. طبعاً هنن ما بيفهموا شي بشغل المطاعم ولا بالأكل. جابوا كذا طباخ ليدير المكان، ما مشي الحال، لهيك تسكر وما نجح أبداً. المهم اسمعي، محمد بحاجة للمصاري، لهيك رح يبيع حصته بهذا المحل. يعني أنت اللي رح تشتري؟ لا، نشتري سوا، يعني أنا وإنتي. كيف يعني؟ ليكي أنا بفهم بالإدارة، بس بالطبخ أنا ما بفهم شي بنو، أصلاً ما بفضى كون بالمحل كل الوقت. نازلي، صدقيني أنا بحاجة لشريك أقدر أثق فيه، ولهيك بدي إياكي أنتي تديري المطعم، طبعاً إذا بدك هالشي. والله هاي الفرصة ما بتتعوض. نازلي، لازم كل وحدة فينا تأمن 300 ألف ليرة لحتى يمشي الحال. شو عم تقولي أنتي؟ أنا من وين بدي جيب هذا المبلغ؟ لا تقلقي أبداً، فكرت بهالشي كمان، نسحب قرض من البنك بضمانة حصتنا بهالمطعم. أصلاً أول شهرين ما رح ندفعلهم، ونحن بهالشهرين لازم نشغله. بس لما يكون المبلغ كبير رح يكون القسط الشهري تبعه كبير. بس أنا بعرف شو الأرباح يلي رح يطلع الشغل هون نازلي، مرابحنا رح تغطي القسط تبع هذا القرض ورح تزيد. بكفي إنك توافقي على الشراكة، بس في مشكلة كمان، محمد مستعجل كتير، يعني هو إجته عروض تانية بس عطاني الأولوية، مشان هيك لازم نوقع العقد بسرعة وندفع له على الأقل خلال يومين. أنا بيومين ما فيني أخذ قرار مصيري مثل هاد أبداً، غير هيك أنا في عندي مشكلة مع الزلمة اللي عم أشتغل عنده، صعب إني أترك العقد يلي وقعته معه بيلزمني فيه. ما فيكي تخلصي منه؟ ليش شو مكتوب بالعقد؟ إذا بدي أترك قبل نهاية العقد لازم أدفع له 100 ألف ليرة، وهالشي بيعني إني لازم أسحب قرض 400 ألف مو 300 ألف. فهمت، وهذا الشي رح يضغطك مادياً. طيب ما عندك حل تاني نازلي؟ أبداً، مديري واحد قاسي كتير. أنا ما فيني خلي محمد يستنى أكتر. أهلا وسهلا فريد بيك. بتمنى هاي المفاجأة تعجبك. في شاي مثلج بالبراد. حركها قبل ما تشربها لأنه التفاح مجمع تحت. وحسب الفقرة السادسة بالمادة 48 من العقد ما بيصير تلمس أدوات الشغل تبعي، وما بيصير تغير مكانها على كيفك وإمتى ما بدك. صحتين على قلبك. لا وعاملتها بالريحان. فتون المطعم حلو بيطير العقل، حتى المكان اللي هو فيه كتير مناسب، يعني كيف بدي أوصف لك إيه؟ يا لك أكتر من حلو، كأنه المطعم اللي كنت أحلم فيه دائما. يا روح قلبي يا نازلي، ذكرتيني بالأيام الماضية يا رفيقة عمري،
نورمان انت ما بتعرفي لما كنا بعمر 8 سنين وهي تحكي لي عن الحلم وتقلي خلص بس اكبر رح افتح مطعم. والله كلنا حلمنا احلام حلوه، ومثلا انا حلمت روح على نيويورك بس حققته. لا ان شاء الله تروحي لهنيك، وبتمنى كتير انه يتحقق حلمك هاد، ووقتها ضلي هنيك هيك بكون احسن. خلصنا بقى. اف لا تعملوا احلامي حجه لتسمعوا بعض حكي، اساسا حلمي ما رح يتحقق، هو مجرد حلم وعم احلمه. ولو حلم نازلي مو هو امل الفقير؟ هلا نحن متفقنا انه هي الحكمه بالذات ما تنعاد بقى. خير شو الموضوع؟ ما بعرف حسيتها مناسبه للحاله. اصلا اذا نحن منطلع من ناحيه فريد بيك ومن ناحيه عزيز منشوف انه تحقيق حلم اختي بيحتاج لطلب واحد بس. ليش فريد بيك بيطلع منه خير؟ رجع نازلي غصب عنا، ما رح يتركها بحالها. ليكي اسمعي منيح نورما، لا فريد ولا عزيز رح يعرفوا شي عن موضوع هذا المطعم. انا مو بحاجه مصاري من اي حدا، مفهوم ولا لا؟ أروقي، شو أنا لحالي اللي موجودة هون؟ فتون أنت كمان فهمتي شو حكيت؟ مفهوم نازلي، أكيد سمعت. وأنا فهمت إن شاء الله. لا بابا، عن جد نحن مو بحاجة شي هون. أصلاً هذيك المرة لو ما بدكم شي ما اتصلتوا. لا تقول هيك بابا، هلأ نحن ما منحاكيكم إلا إذا في شي. والله مشغولين لهيك ما قدرنا نتصل. وفتون عم تشتغل؟ إيه، وفتون بلشت تشتغل نص دوام، ونورمان عم تتدرب بشركة، عم تاخد معاش كمان، ولهيك مرتاحين منشكر الله. وبتعرف شو وصيتك؟ أصحك تتدياني من أي شخص كان، ما بصير يكون علينا دين لحدا بهالدنيا. بعرف بابا، معقول ننسى اللي بتقوله حضرتك؟ وصيتنا مليون مرة قبل ما نجي. وبرجع بوصيكي، اصحك تتديني من اي حدا مهما كان السبب، واذا احتجتوا شيء اتصلي فيني. ما رح نتدين بابا، لا تشغل بالك. سلم على امي برجع بحاكيكم. يلا بخاطرك. يا الله دخيلك، كانه بابا بيعرف بكل الموضوع.